السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي. اليوم سنبدأ مع بعض أول دروس القراءة. وطبعا هنا لما نقول قراءة يبقى لازم نحط 1000 خط تحت القراءة بتاعتنا. ليه حبايبي؟ لأن القراءة في الصف الأول الثانوي غير القراءة في الإعدادية خالص. إحنا عندنا قراءة في المنهج، وعندنا أيضا قراءة متحررة. فالقراءة المتحررة إحنا شغالين على نواتج التعلم. يعني إيه يا أستاذنا نواتج التعلم؟ يعني يا حبايبي إحنا بناخد مجموعة من النقاط وبنطبق عليها على كل أنواع القراءة اللي بتقابلنا. يعني أنا مش هذاكر قراءة وأحفظ سين وجيم عشان خاطر تجيب لي النتيجة. لا، الكلام ده مش صحيح. طب تعالى نبدأ كده ونسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عاوزين نصل إليها في هذا الدرس في نواتج التعلم، أنت حبيبي تكون قادر على إيه؟ ركز معايا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يقوم الطالب بتقديم الأدلة لما يستمع إليه، والطالب لازم يقوم يعني يقدم الدليل. أي حاجة بيستمع إليها يقدم لها تقويم. تاني حاجة، يستنتج الفكرة الرئيسة للدرس. يعني إيه يا مستر الفكرة الرئيسة؟ يعني الموضوع كله بيتحدث عن إيه؟ الفكرة العامة التي يناقشها الكاتب. بعد كده حبيبي عاوزك تميز ما بين الحقائق والآراء والادعاءات. أبسط مثال، لما أقول لك الشمس تشرق من المشرق أكيد ده حقيقة. طب لما أقول لك وأعتقد أن الحرارة تكسب القلب راحة، لا ده رأيي. لما أجي أقول لك مثلا الشمس غير مفيدة على الإطلاق، لا ده ادعاء باطل. فأنا عاوزك تفرق ما بين الحقائق والآراء والادعاءات. بعد كده عاوزك تقدم الدليل في الدرس ده إن إحنا لازم نتمسك بمكارم الأخلاق. وأيضا عاوزك تحدد غرض الكاتب من كل فكرة أنت بتقرأها. يعني إيه تحدد غرض الكاتب؟ يعني ما الذي يريد أن يصل إليه الكاتب؟ ده كده غرضه إيه؟ هدفه إيه؟ عاوز إيه؟ عاوز تكتب رسالة زي رسالة حاتم الطائي اللي إحنا قدمناها دي، وتراعي الأسس الفنية، يعني تبقى مبدع. أنا عاوزك بعد درس القراءة ده تبقى إيه؟ طالب مبدع. طب نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نحلل قطعة أدبية؟ إزاي أنا وأنت كده نمسك فقرة من فقر القراءة ونحللها مع بعض؟ أول حاجة تحدد لي معنى الكلمة أو المضاد بتاعها، عكسها يعني. تاني حاجة تحط لي عنوان للموضوع زي كرم حاتم الطائي مثلا زي ما ناخد النهاردة. عاوزك تحدد لي الفكرة العامة للدرس. يعني ايه الفكرة العامة للدرس؟ يعني الدرس كله بيتكلم عن الكرم بس وعلى صفات حاتم كلها؟ تفرق. الفكرة الرئيسة اللي احنا بنتكلم عنها، كل فقرة لها فكرة رئيسة، عاوزين نعرف دي بتتكلم عن ايه. الفكرة الجزئية، يعني كل فكرة من الفكر اللي احنا بنقرأها بتقدم مجموعة من المعلومات. يعني مثلا اتكلمنا في الفكرة دي عن التسامح، يبقى دي اسمها فكرة جزئية. الفكرة اللي بعد منها اتكلمنا عن الحياء، يبقى دي فكرة جزئية. لكن الموضوع كله بيتكلم عن مكارم الأخلاق، لا يا مستر دي فكرة عامة وفكرة رئيسة. فهمت حبيبي؟ نتكلم ان في فكرة مكررة، دي فكرة زائدة. طب هو المفروض كان يكلمني مثلا عن فكرة معينة، يبقى فكرة ناقصة. فده احنا كده بنحلل. العلاقات الضمنية زي ما هنشوف، علاقة التعليم وعلاقة النتيجة وعلاقة الاستدراك وعلاقة الترادف، كل دي علاقات هنناقشها مع بعض دلوقتي بالتفصيل.
اي تفصيلات وردت في الدرس بنناقشها، احنا بنحلل مع بعض. نوع الموضوع ده، هل هو بيكلمني في موضوع اجتماعي؟ ولا بيكلمني في موضوع سياسي؟ ولا بيكلمني في موضوع مثلا ديني؟ احنا عاوزين نشوف الموضوع هو بيكلمني عن ايه؟ فانت بتحلل، يعني انت طالب مفكر، انت مش حفيظ، مش ان انت بتحفظ مجموعة سين وجيم وبتجاوب، لا، الموضوع اختلف خالص. الخصائص التركيبية للنص، يعني هل هو أكثر مثلا من أساليب الشرط؟ هل هو مثلا استخدم الترادف بكثرة؟ هل هو مثلا استخدم السبب والنتيجة؟ هنشوف وشوف هو بيقول إيه بالظبط. خصائص تركيبية، طب استخدم أسلوب إنشائي وخبري. عندي الحكم على الأدلة. يعني إيه الحكم على الأدلة؟ هو قدم لي مجموعة أدلة. المجموعة الأدلة دي اللي هو قدمها لي، معايا؟ أنا الأدلة بتاعته دي صح ولا هو مبالغ فيها، بيبالغ فيها؟ عاوزين تحديد المتناقضات. يعني إيه يا مستر تحديد المتناقضات؟ يعني مثلا كلمني عن الكرم وبعد كده كلمني إن هو بخيل، لا ده اسمه تناقض. كلمني عن التسامح وبيقول لك مش عارف عاقب مين، طب ما هو كده يبقى مفيش تسامح، كده يبقى في تناقض. نبدأ ونسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ده كان ملخص عام لكيفية تحليل نص أدب. تعالى نبدأ كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بيتكلم عن إن حاتم الطائي يا أولاد شاعر جاهلي معروف. طبعًا من بلاد شبه الجزيرة العربية اللي هي السعودية دلوقتي، بلاد نجد. كان من ضمن قبائل العرب قبيلة طيء. ضرب به المثل، ده ملخص طبعًا للفقرة، إحنا مش هنقرأ. ضرب به المثل يا حبايبي في الشجاعة والإقدام. يعني هو كان سيد قائد، وكان في نفس الوقت جواد كريم، وكان له أبناء. كان يكنى الكنيا، أي إن أنا أبدأ بأب أو ابن، فكان يكنى أبا سفانة وأبا عدي. ولكن يا حبايبي من شدة كرمه إن هو كان عامل زي البحر اللي ما بيخلصش، وعمر حد ما خد ميه من البحر والبحر خلص، هو لا يظمأ وارده ولا يقل سخاؤه وكرمه، وعمر ما حد سأله سؤال او طلب منه حاجه الا وجاوبه. وكان بيخرج يا اولاد لما يشتد القحط، مفيش طعام خالص، ويعز القرى اللي هو الطعام، يخرج في شده الشتاء وفي شده البرد، لما كان الهواء والبرد بيكسر أطناب الخيام، أعمدة الخيام. كان يخرج حاتم الطائي، يخرج ويخرج كمان مع العبيد بتوعه ويقول لهم ولعوا النار في الصحراء، الريح شديدة، أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر شديدة، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. يقول الخدم بتوعه اللي هيجيب لي ضيف عشان ياكل عندي يبقى هو حر. كان يا اولاد الجوع بينهش في الامعاء زي حيوان مفترس، ناس بتموت من الجوع. كان في، وده بقى خلى في حروب في الصحراء. يعني ايه حروب في الصحراء؟ كانوا بيقتلوا بعض عشان يسرقوا اكل بعض. حطوا لها مسمى كده، حاجه اسمها الغارات القبليه، حرام اصلا. كان حاتم ساعتها بقى لما يشتد القحط كان يخرج بقى يعطي السائل وغير السائل، يقدر معنى الانسانيه، يعطي القريب والبعيد. زوجته ماويه، كان متجوز من 2، ماويه بنت حجر الغساني والنوار ثرمله البحتري. ماويه سابته مشيت من كتر ان هو بيدي فلوسه للاخرين. أما زوجته النوار أكثرت في لومه وفي عزله، فضلت تلومه وتقول له إيه؟ إن هذا المال أولى به أبناؤنا. فيرد عليها ويقول لها مهلا يا نوار، اهدي شوي، إن المال الذي أبقيه سيأخذه غيري، ولن يتبقى لي إلا سوء الثناء. يعني أنا هسيب فلوسي لأولادي وزوجاتهم، وفي الاخر الناس مش هتشكرني، سيبيني اعطي المال للاخرين. فسكتت النوار
وأكمل حاتم ما يريد. بعد كده حبايبي من صفات حاتم برضو، احنا مش بنتكلم عن الكرم بس، لا احنا بنتكلم عن مكارم الأخلاق. من صفات حاتم الطائي أنه كان صفوحا. يعني ايه صفوحا يا مستر؟ يعني كان متسامح. يعني كم مرة سقط سمعه كلمة ثم عفا عمن قالها. يعني سمع كلمات قبيحة، سمع السب بأذنه من أقربائه وبعد كده يسكت كأنه ما سمعش. طب ليه حاتم بتعمل كده؟ قال استبقاء لودهم، أنا عاوز أهلي يبقى بيننا وبين بعض صلة رحم وقرابة. طب دي الصفة الأولانية. تانية الصفة الثالثة العفة، الخجل، الحياء. كان عفيف يبتعد عن كل عيب، وكان لما يخرج في القبيلة ويشوف قدامه فتيات القبيلة وهو سيدهم، يعني في مقام الأب، ماذا كان يفعل؟ يتعامى عنهم، يبتعد عنهم حتى لا يخدش حياتهم. مش عاوز يجرحهم، عاوز يسيبهم براحتهم. طب من صفات حاتم ايه تاني؟ الصدق. يقول لك الحر ما يكذبش. الحر والكريم حريص على سمعته، يكذب ليه؟ طب من صفات حاتم تاني انه كان رجلا محبا للسلام. يعني معلش في اي قانون، اي قبيله، ان اي انسان قائد قبيله هيبقى هو قائد الجيش. صح غلط هو اللي هيحارب. تخيل ان يكون قائد قبيله وسيد قبيله ويسيب قبيلته تحارب عشان مش عاوزين يسمعوا كلامه، ويروح يقعد عند اقربائه في قبيله بني بدر، انه كان بيكره العمر، ويقول لابن عدي يا ابني لو رأيت الشر يتركك اتركه، سيبه ابعد عن الشر وغني له. فهو كان سيد مرموق، قائد متواضع ما عندوش تكبر. كان هذا الرجل يمتاز بالجود، الكرم والعفة قلناها، صفح والتسامح قلناه، التواضع قلناه، وزودنا الصدق وزودنا السلام. طب هو الكاتب هنا بيقول لنا القصص دي كلها ليه؟ ولك فليقرأ شباب العرب سيرة أرباب القيم وذوي مكارم الأخلاق. كل الناس تقرأ عن حاتم الطائي. طب ليه؟ انتوا عاوزيننا نقرأ ليه عن حاتم الطائي؟ خلي بالك بقى، بص ده احنا بنستنتج الغرض أو الهدف، وخد الكلمة دي واكتبها ورايا، نستنتج المغزى الضمني الذي يسعى إليه الكاتب. إيه يا أولاد المغزى الضمني؟ أي الهدف الذي يسعى إليه الكاتب. طب إيه هدفنا من هذا الدرس؟ هدفنا إن إحنا نربي أولادنا على هذه الصفات، على هدفنا إن أبنائنا في المدارس وفي البيوت يطبقوا كلام حاتم الطائي، يكونوا متسامحين، يكون عندهم عفة، يكون عندهم صدق، يكون عندهم كرم. مفيش طالب يمنع صديقه من الطعام، من المال. فهمنا يا أولاد؟ طب احنا كده خدنا شرح للدرس، تعالى بقى نطبق على نواتج التعلم. سمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالى معايا فكر معي، تعالى كده نفكر مع بعض. استخلص الفكرة العامة للموضوع السابق، واحنا اتفقنا مع بعض، نركز يا حبايبي، يعني ايه فكرة عامة؟ فكرة عامة يعني الدرس كله عاوز يقول ايه؟ مش كرم بس، مش تسامح بس، مش عفة بس. ركز بقى كويس وافهم مستر عاوز يوصل لك ايه لما يطلب منك يا حبيبي الفكرة العامة للموضوع السابق. يبقى هو عاوز يوصل لك ايه؟ ايه الهدف من الموضوع كله؟ الفكرة كلها بتتكلم عن ايه؟ بص كده معايا، اشتغل معايا. هل الاطلاع على حياة حاتم الطائي السياسية؟ يعني أنا عاوز أعرف العلاقات، أنا بفهمك، ما بين حياة قبيلة طي وقبيلة بكر وقبيلة تغلب، هل هدفي كده؟ عاوز أقول لك إن حاتم علاقته بالقبائل حلوة، هل هو ده الهدف؟ هل دي الفكرة العامة للموضوع؟ طب أنا الفكرة العامة عاوز أقارن ما بين حاتم وبقية أقران عصره،
يعني زعماء القبائل الآخرين وأشوف مين الأحسن. هل دي الفكرة العامة؟ محو صورة سيئة للعصر الجاهلي لدى الطلاب، عاوزين نقول أن العصر الجاهلي ده حلو وكلهم ناس محترمة وكويسة، هل ده هدفي؟ ولا عاوز أقول لحضرتك إن إيه؟ إن أنا عاوز أربي أبنائنا على القيم الرفيعة والصفات النبيلة. يبقى الفكرة العامة زي ما هو إيه؟ وممكن أحط تحت الفكرة العامة، اكتب كده معايا، المغزى الضمني الذي يسعى إليه الكاتب. يبقى دي تنفع فكرة عامة وتنفع مغزى ضمني، هدف، هدف يرمي إليه الكاتب. يبقى إذن الإجابة بتاعتنا حبيبي هي الإجابة الأخيرة. طب يا مستر، ما ممكن ناخد البدائل الأخرى؟ هقول لك لا، بيبقى عندنا في اللغة العربية في القراءة إجابة واحدة صحيحة، والتانيين البدائل الآخرين، يعني البدائل الأخرى دي بتبقى بدائل، مش عاوز أقول لك إن هي قريبة من الإجابة، اسمها مشتتات. طب إحنا غاويين نضايقك، معلش، هي كده اللغة العربية بنشتتك عن الإجابة الصح. طب إحنا بنعمل ليه كده؟ هل إحنا وحشين؟ لا، إحنا بنعمل كده عشان خاطر نقوي فكرك، نقوي الذاكرة عندك، نعمل عملية تحليل في فكرة إن أنت تقدر تصل للإجابة الصح الدقيقة. طب السؤال اللي بعده بيقول لي أوقد، فإن الليل ليل قر، فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. بص معايا كده حبيبي، الدلالة التي يحملها البيتان السابقان، إيه الدلالة؟ هل جود حاتم الطائي؟ ولا النار تجلب الضيوف؟ ولا الضيف حر في اختياره؟ ولا الليل مدعى للهموم؟ طبعا احنا عاوزين نقول لك ان حاتم الطائي كريم، يبقى ما الدلالة التي يحملها البيتان السابقان؟ الدلالة هي جود وكرم حاتم الطائي. بعد كده قال الكاتب ان زوجته ماوية سابته، وزوجته النوار اقصرت في لومه. وطبعا هنا اخذ حاتم ينصح زوجته ان هي ما تلومش عليه، وقول لها ان المال الذي ابقيه سيأخذه غيري اذا مت، ولن يبقى لي الا سوء السبب. طب يا مستر، هو عاوز الفكره الرئيسه للفكره السابقه ايه؟ هو عاوز يعني الفكره دي بتكلمني عن ايه؟ عن اعتراض زوجات حاتم على تصرفه؟ وعاوز يقول لي كده؟ ولا ان الهجر احدى وسائل العقاب؟ لما زوجته هجرته سابته هي كده بتعاقبه؟ طب ما كل ده صح، بس هو الفكره ايه؟ ان زوجته بتعاقبه؟ الفكره ان زوجته بيعترضوا عليه؟ ولا الفكره ان السيره الطيبه ابقى من المال؟ ولا كثرة اللوم تولد الضغينة؟ يا مستر وقف بقى شوية لو سمحت، الأربع بدائل صح، لا تعالى بس واحدة واحدة هنتناقش مع بعض. أنت بتقول لي إن زوجاته اعترضوا على تصرفه، طب هم اعترضوا فعلا؟ طب الهجر إحدى وسائل، يا مستر زوجته ماوية مشيت وسابته، السيرة الطيبة أبقى من المال، تمام، اللوم بيولد الضغينة، ان مثلا زوجته ماويه زعلت منه وحصل ضغينه ومشي. طب انا اختار ايه؟ لا تختار بعقلك وبفكرك، هو عاوز يوصل لك ايه؟ عاوز يوصل لك ان حاتم لما يموت مش هيموت، هيموت جسدا، ولكن تبقى سيرته. والدليل ان احنا لحد دلوقتي لحظه هذه اللحظه بنتكلم عن حاتم الطائي، وعاوز يقول لك كده إن السيرة الطيبة أبقى من المال. ما تجيبليش فكر كوبي بيست من القطعة وتقولي موجودة، لا، هو عاوز يصل بيك إلى إيه؟ الفكرة العامة التي يريد الكاتب أن يوصلها إليك. افهم معايا كويس، تعال معايا تاني. لما يجي يكلمني حاتم الطائي يقول لك كان بحرا يفيض عطاؤه ولا يغيض سخاؤه،
هنا الولاد. هنتكلم مع بعض بقى في حاجة جديدة خالص عندنا، وسيلة التوكيد. يا ماستر احنا متعودين على التوكيد، بأن احنا متعودين ان اي تقديم وتأخير يبقى فيه توكيد، ولا فيه توكيد بالتقابل، يعني مفيش كلمتين عكس بعض، مفيش سجعة اصلا. وحتى لو في سجع عطائه وسخاؤه ده محسن بديعي وليس توكيدا. مفيش عندي حذف المبتدأ والخبر، واسم كان وخبر كان موجود، الفاعل موجود. امال ايه الاطناب ده يا استاذ؟ يعني ايه اطناب بالترادف؟ هو يا حبيبي الترادف اللي انت خدته في الاعدادي، يفيض عطاؤه يعني بيدي الناس فلوس كتير، لا يغيض سخاؤه يعني ما بتقلش فلوسه. طب ما هما الاثنين واحد، هما الاثنين حاجه واحده، يبقى ده اسمه اطناب بالترادف. والاطناب له علاقات كثيره، هناخد منها النهارده الترادف، وممكن لو في تعليل نقول اطناب بالتعليل، في تكرار نقول اطناب بالتكرار. يبقى معنى كلمه اطناب يا حبايبي يعني زياده، زيادة في المعنى، زيادة في المبنى، زيادة في الكلام. ممكن الزيادة دي تكون تعليل، ممكن الزيادة دي تكون تكرار. العلم العلم، إن العلم مفيد، إن العلم مفيد، ده اطناب بالتكرار. كان بحرا يفيض عطائه، عطاؤه لكي يعطي السائل وغير السائل، لكي يحسن يحسن صورته. طب لكي دي تعليل، يبقى ده اطناب بالتعليل. فهمت يعني ايه كلمة اطناب؟ وهنا اطناب بالترادف، الجزء الأول والجزء الثاني الاثنين معنى واحد. بعد كده حبايبي بنتكلم إن حاتم كان صفوحا يغفر زلات قومه، يغفر زلات قومه استبقاء لوده. طب استنتج علاقة ما تحته خط، وهنا بقى نركز كويس قوي. هو واحدة واحدة يا أستاذ، استنتج علاقة استبقاء لودهم. ركز كده واكتب معايا كده بالورقة والقلم معاك. هو كان صفوح ليه؟ طب يا مستر احنا عاوزين نعرف كلمة استبقاء، خدناها في الابتدائي زمان، مش دي مفعول لأجله؟ اه هو المفعول لأجله يعني بيبين لك السبب. طب واللي بيبين السبب ده يبقى نتيجة ولا تعليل؟ لا تعليل. طب ايه النتيجه دي يا استاذ؟ ما دي اسمها العلاقات الضمنيه بقى. النتيجه لما اقول لك اكتب معايا كل جواب شرط نتيجه، من يذاكر دروسه ينجح، يبقى ينجح دي نتيجه. كل جواب طلب نتيجه، ذاكر دروسك تفلح، يبقى ذاكر طلب تفلح نتيجه. توضيح لما اجي ابدا جمله ب مثلا احببت المعارف، احنا مش عارفين يعني معارف وهي العلوم المتكاملة مثلا، يبقى أنا وضحت حاجة مش عارفها. والتسجيل يعني كلام زيادة في الآخر، خلاص انتصر الحق على الباطل، جملة خلصت، ورحت عامل تسجيل للكلام. مثلا انتصر الحق على الباطل والعدل أساس الملك، يبقى الجملة الأخيرة دي تسجيل، زي ما أنتوا بتقولوا كده في الإنجليش السؤال المزين، كلام زيادة في الآخر. يبقى الإجابة بتاعتي تعليل، واكتب جنب تعليل لأنه مفعول لأجله يبين السبب. طب يا مستر عاوزين حاجات تانية، ممكن تكتب بسبب، لأن، فإن، كل دي أدوات بتساعدني إن أنا أعرف علاقة التعليل. بعد كده حبايبي ميز من البدائل التالية الجملة تعتبر ادعاء لا رأيا، يعني حاجة مش صح. وإحنا اتفقنا في الأول يعني إيه ادعاء. مجتمع الجاهلية خال من القيم، الصفح خلق كريم، البخيل يتبعه سوء الثناء، الصفح يضمن استبقاء المودة. لو جينا نبص هنا حبايبي البدائل التالية الجملة تعتبر ادعاء، ادعاء يعني كلام مش صح. مجتمع الجاهلية خال من القيم، لا طبعا يا مستر، احنا خدنا في الأدب حتى القيم المقبولة والقيم غير المقبولة. طب ازاي يا أستاذ خال من القيم واحنا بنقول حاتم عنده تسامح، حاتم عنده صفح،
حاتم عنده جود وكرم، حاتم عنده سلام. هو ايه ده؟ مش دي كلها قيم؟ يبقى مجتمع الجاهلية خالي من القيم ده ادعاء. طب هقول لك حاجة حلوة، لو انا جيت عملت مجتمع الجاهلية خالي من القيم ورحت جاي بعد كده قلت هذا الكلام، ولكن هذا الكلام عار من الصحة لأنه في كذا وكذا وكذا وكذا، وهدمت هذا الكلام، يبقى أنا عملت حاجة اسمها تفنيد. يبقى التفنيد، ونكتب خط كده جنب التفنيد، هو بيان الخطأ بالأدلة. يعني أنا قلت إن مجتمع الجاهلية في قيم وجبت خمس ست أدلة، يبقى الخمس ست أدلة اللي أنا جبتهم دول اسمهم تفنيد لهذا الخطأ. فهمتني يا حبيبي؟ أنا عاوز كده حصتنا في التعليم الإلكتروني وقسم اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم تبقى حصص مفيدة، تكتب معايا كده وإيه؟ وتفهم. بص يا جميل، هو سيد في قومه مرموق المكان، ولكنه، خلي بالك بقى معايا في كلمة ولكنه دي، ده من ضمن نواتج التعلم. احنا خدنا دلوقتي علاقة التفنيد، وخدنا يعني ايه الدعاء، وخدنا علاقة التعليل، وخدتك من شوية علاقة النتيجة، وهديك دلوقتي يا حبيبي علاقة جميلة قوي تنفع لأي حاجة، علاقة الاستدراك. طب يا أستاذ أنا عاوز أفهم يعني ايه استدراك، عاوز افهم يعني ايه استدراك يا حبيبي لما اجي اقول لك هو سيد في قومه مرموق المكان. حضرتك هتفهم ان هو سيد القبيله يعني راجل متكبر. لا هقول لك، لا خلي بالك الكلام ده، خلي بالك ان هو متواضع مش متكبر. يبقى تعديل اي مسار خلاف الكلام اللي قبله، يعني عكس الكلام اللي قبل منه، يبقى ده اسمه استدراك، بلحق نفسي بالعاميه كده. طب ايه ادوات الاستدراك؟ اكتب معايا، لكن على الرغم من او على الرغم من، كلاهما صواب. بل كذا هو اضراب واستدراك. يبقى انا عندي ادوات مستر بيقولها لي او استاذنا بيقولها لي تساعدني على علاقه الاستدراك. اول علاقه للاستدراك لكن، وعلى الرغم من ذلك او على الرغم من ذلك وخلافا لذلك. لكن لو قلت بل كذا يبقى ده اسمه اضراب. يعني ايه اضراب؟ بخالف القول اللي قبل منه، يعني زي نفس الكلام. ده بالنسبه لعلاقه الاستدراك. فليقرا شباب العرب. خدناها طبعا. ايه الغرض من الاسلوب الذي عرض به الكاتب فكرته؟ يعني عاوز يقول لنا فليقرا، مش ده اسلوب امر؟ ممكن حضرتك تكتب معايا بقى؟ معلش بعد اذنك يعني. فليقرا ده امر ونهي. احنا بنتكلم عن الامر والنهي، لكن فليقرأ دي اسلوب امر. اسلوب ايه؟ امر. عاوزين نتكلم هنا ونقول لك فليقرأ شباب العرب سيرة ارباب القيم. اكتب معايا بقى. الامر من الكبير للصغير او من صاحب المكانة والعلم لمن هو اقل منه، يبقى ده اسمه ايه؟ حث ونصح. ده رقم واحد. طب انت وزميلك او انت وزميلتك اتنين في سن واحد، يبقى الامر ساعتها يبقى غرضه الالتماس. الامر من الكبير للصغير بدون اجبار، يبقى ده نصح وحث. الامر لاتنين في سن واحد واحده، يبقى ده اسمه التماس. الامر من ربنا سبحانه وتعالى او في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اسمه الزام. الامر بالبعد عن شيء قبيح، يبقى ده اسمه تحذير. فهمتني؟ والتحذير يقصر في الايه؟ النهي. يبقى اذا فليقرا، الراجل بينصحنا لان كاتب الدرس ووزاره التربيه والتعليم وواضع كتاب اللغه العربيه هو يطلب مننا، بينصحنا وبيحسنا لانه اكبر منا مقاما ليس على وجه الالزام. فهمتني يا حبيبي؟ يبقى انا مش بشرح لك واقول لك الاجابه بس، لان انا بقول لك نواتج تعلم تمشي معاك في اي درس قراءه اخر. فهمتني يا جميل؟ بعد ذلك كل ما يلي من سمات حاتم الطائي، خلاص، ما عدا، يعني في حاجه مش تابعه،
الحرص على مستقبل أمته، وهو كان حريص فعلا. الإعجاب بالأخلاق الكريمة، دي حاجة حلوة. الاعتزاز بالماضي العربي، تمام، راجل بيه يعني حاجة جميلة، يعتز بالأخلاق وإن سيرته تبقى موجودة. الأثرى والاعتزاز بالذات، اكتب معايا كلمة الأثرى، هي تفضيل النفس على الآخرين، عكسها الإيثار. الإيثار هو تفضيل الآخرين على النفس. فهمتني يا حبيبي؟ يبقى ده اسمه الأثرى. يبقى لو جينا خدنا الإجابة بتاعتنا، الأثرى والاعتزاز بالذات دي مش تبع الموضوع، وما ينفعش يفضل نفسه على الآخرين. احنا ما اتكلمناش عن كده أصلا، ده بالعكس. لو خدنا الإيثار يبقى هو ده الصح. تعال معايا كده في سؤال كده جميل، مقالي: اكتب الفكر الجزئية التي تضمنتها الفكرة السابقة. يا أستاذ، هو عندنا مقالي، عندنا موضوعي ومقالي. طب تعالى نناقش واحدة واحدة كده. تمكن الكرم من نفس حاتم الطائي، فعلا دي فكرة اتكلمنا عنها. برضو اتكلمنا عن عفة النفس، يبقى دي اسمها فكر جزئية مش فكر عامة. والفكر الجزئية بنعملها ميكس كده مع بعض، تركيبة جميلة مع بعض، بتديني الفكرة العامة للموضوع. الصدق والبعد عن الكذب، محبة السلام، وكل ده خدناه في صفات حاتم الطائي. طب لو عملنا دمج ما بين جميع هذه الصفات هنعرف ايه؟ ان كل الصفات دي تندرج تحت الفكرة العامة. طب ايه هي الفكرة العامة يا استاذ؟ الفكرة العامة هي مكارم الأخلاق، من أسس بناء المجتمع مكارم الأخلاق. يبقى الفكرة الجزئية دي خدمتني في الموضوع بتاعي. طب تعالى يا أستاذ بقى نشوف بقى القراءة المتحررة. يعني إحنا بناخد قراءة المنهج وبعد كده حبايبي بنطبق على القراءة المتحررة. تعالى بص معايا كده، برضو بنتكلم عن القرن، إن كان عدي بن حاتم من أكرم العرب وأعقلهم فكرا، وقد نشأ في طفولته معايا كده في الجاهلية وسط بيت يعرف فيه والده بالقرن، عدي بن حاتم، ابن حاتم الطائي. فقد كان أحد الثلاثة الذين ضرب بهم المثل في الجواد، في الجود والكرم، حيث تزوج أبوه امرأة تدعى النوار زي ما اتكلمنا، كانت تلوم على كرمه، فتزوج ماوية التي كانت تحب الكرم والكرماء ولكنها كانت تلوم أيضا، فأنجبت له عديا. وقد ورث تلك الخصال الحميدة عن أبي. وفي هذا يقول الشاعر: شابه حاتما عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. وبعد كده حبايبي، كان عدي ابن حاتم الطائي رجلا جسيما. يعني ايه جسيم؟ يعني كان قوي، يعني عظيم كده الجسد، اعور ولم يكن العور خلق فيه، بل طرأ عليه اثناء حروبه، يعني اثناء الحرب فقد عيناه، الى جانب علي بن ابي طالب، يعني دخل في الاسلام، فشهد واقعة الجمل وفيها ذهبت احدى عيناه، وشهد موقعة صفين فذهبت فيها الاخرى، سبحانك يا رب. ويبدو أن ذهاب العين لم يكن كاملا، لأن عدي اشترك في معركة النهروان، يعني كان فقد جزئي ما بعدها من الأحداث. لكن العرب يعبرون عن انقلاب الجفن وما شابه من العيوب التي تصيب العين ولا تذهب بالبصر بالعور، يعني هو كان عنده رؤية بس بسيطة. كان عدي بن حاتم من ألد أعداء الإسلام قبل الإسلام، لأنه هدد زعامته لقبيلة طيب، إلا أنه وبعد إسلام أخته سفانة وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم لاستكشاف أمره، ولم يكن في نيته أن يسلم. ولما وصل لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعى بالملك أو الزعيم، فعرف أن الرسول لا يسعى للملك أو الزعامة، فأخذه إلى بيته وهناك حادثه في أمر الإسلام. وكان مما قال له: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجة المسلمين، فوالله لا يوشكن المال أن يفيض فيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما علمه الله له،
حتى لا يوجد من يأخذه، ولعله يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وقسرة عدوهم، فوالله لتوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف إلا الله. معنى الكلام سيصبح المسلمون في أمان، سيكثر عدد المسلمين، بيطمنوا. وهذا حدث بالفعل، صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله. بعد ذلك حبيبي تعال نطبق بقى، حدد مما يلي واحدة من الفكر التي يدور عليها المقال السابق. هل المقال ده بيكلمني عن من سلك الجدد أمن العصار؟ يعني اللي يمشي في الطريق السليم بين الجبال، الجدد يعني الطريق السليم بين الجبال أمن الوقوع، هل هو بيكلمني عن كده؟ إنك لا تجني من الشوك العنب، يعني عمر واحد شر ما هيقدم لك خير؟ لا، ده الراجل آمن يعني، سبحانك يا رب. خير العفو ما كان عند المقدرة، وما كانش فيه عقاب عشان يبقى فيه عفو. ولا من شابه أباه فما ظلم، أكيد طبعا عدي شابه أبوه حاتم، فالإجابة بتاعتنا الصحيحة هتكون الأخيرة بإذن الله. بعد كده حبايبي ميز من البدائل التالية سمة من السمات الشخصية لبطل الترجمة السابقة، والترجمة يعني احنا بنمسك شخصية، ما تفتكرش ده انجلش، لا احنا بنمسك شخصية ونبدأ نتكلم عنها، فدي اسمها ترجمة. حتى عندنا في اللغة العربية علم التراجم، التراجم يعني شخصيات العرب اللي بنترجم الصفات بتاعتها، مش بنترجم من عربي الانجليش والعكس. نحب نوضح بس، سمة من السمات الشخصية لبطل الترجمة بتاعتنا، هل هو قديم ولا رجعي ولا راجل مخضرم ولا ثوري؟ لا يا أستاذ بقى، أنا مش، أنا فاهم يعني إيه قديم، يعني من زمن قديم، وفاهم يعني إيه رجعي، يعني راجل مش متفتح، راجل متجمد بيمسك كل حاجة قديمة وحشة ويعملها، وثوري يثور على الخطأ. ايه مخضرم دي يا استاذ؟ مخضرم يا حبيبي يعني عاصر الزمن قبل الاسلام وبعد الاسلام، ولذلك سمي بالكاتب او الشاعر المخضرم. مخضرم عاصر زمنين، الزمن اللي قبل الاسلام وبعد الاسلام، فلقب بالشاعر المخضرم والبطل المخضرم. فهمتني يا حبيبي؟ بعد كده تعال نطبق برضو على نواتج التعلم. انت قلت لي يا استاذ من شويه نواتج التعلم مش هشرحها تاني، هستناك تعرف تجاوب معايا على الشات ولا لا. في عندي كلمه بل، فاكر بل ولكن وعلى الرغم من، اتفقنا عليها ايه؟ او على الرغم من، الاثنين صح صواب. طب يا مستر انت قلت لي ايه؟ هل ده اضراب ولا ده استدراك؟ ده اسمه استدراك، تصحيح مسار لم يكن العور خلق فيه، فصحح لك المسار بعد، بل في أثناء حروبه مع سيدنا علي. بعد كده حبيبي حدد الفكرة، وسؤال حلو قوي جميل هتشوفه كتير لحد تالتة ثانوي، حدد الفكرة التي يقدر بمراجع المقال أن يحذفها لأنها تعتبر حشوا لا طائل له. يا أستاذ فهمني الكلام الكبير قوي ده، هقول لحضرتك ما تخافش. ليه؟ أنا بكلمك في موضوع في كلام محدد، بس في فكرة من الكلام ده أنا عاوز أشيلها مش عاوزها. طب تعال نشوف مع بعض الفكرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ أكيد يا أستاذ الفكرة الثالثة. طب ليه يا أستاذ الفكرة الثالثة؟ هقول لحضرتك ليه؟ لأنه بيناقش نفس الفكرة، بيعيد نفس الكلام، وبيقول لك ان هو كان في قبيله طي، وان هو بيدعى كذا، وان هو كانش بيحب. طب ما هو نفس الكلام انت قلته، وبعد كده قلت لي اسلم. طب ما هو كلام مكرر، كلام زياده، فكلام زياده يبقى شيله، يبقى دي الفكره التي يجب للكاتب او على الكاتب ان يحذفها. فهمتني يا حبيبي؟ بعد ذلك عاوزين نتكلم ان عدي بن حاتم كان من ألد اعداء الاسلام. خلاص استنتج الفكرة العامة أو الرئيسة، عذرا الفكرة الرئيسة اللي تدور عليها الفكرة السابقة.
خلي بالك معايا بقى، ركز هنا كويس، ختامه مسك. كان عدي بن حاتم من ألد أعداء الإسلام، لأنه هدد زعامته لقبيلة طنجة، إن الإسلام كان يقضي على الفروق بين القبائل. المسلمون كلهم إخوة، ولكن أخته سفانة أسلمت، وسبحان الله بدأ يعرف يعني إسلام. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه إن الإسلام هيبقى فيه قوة، الإسلام هيبقى مش محتاج فلوسكو، الإسلام مش محتاج الكرم بتاعكو. فبدأ يعرف إن الرسول لا يدعى ملكا، الرسول مش زعيم عاوز ملك مادي. صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله، وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمتلك رسالة، فدخل الإيمان في قلبه، فبدأ يعرف إن الفلوس اللي هي موجودة مع حاتم الطائي ومع أولاد حاتم زائلة. تعالى يبقى الفكرة العامة إيه بقى؟ نعيم الدنيا زائل لا محالة، عدي رجل متهور، قبيل الطي من أعظم القبائل، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم زعيم في أمته؟ لا طبعا، نعيم الدنيا زائل لا محالة، دي الفكرة الرئيسة والهدف الذي يسعى إليه الكاتب. يا أستاذ طب إزاي؟ طب خلي بالك معايا كده، فعرف أن الرسول لا يسعى لملك أو زعامة. طب ليه؟ لأن الرسول عارف إن نعيم الدنيا زائل، وإن دي رسالة من الله سبحانه وتعالى. نعيم الدنيا زائل، إن قبيلة طي الإسلام هدد الزعامة بتاعتها. فعرف عدي إن قبيلته نفسها ملكها زائل، كل المسلمين إخوة. فهمني؟ لكن عدي رجل متهور، بديل بعيد، قبيل الطي من أعظم القبائل. طب إزاي يا أستاذ وهو أصلا ساب قبيل الطي للإسلام كلها؟ الرسول زعيم في أمته؟ لا، ده هو بيلغي الزعامة أصلا، يقول لك الرسول ما كانش زعيم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ما كانش قصدي لا يسعى للزعامة، وكان زعيم الأمة فعلا، ولكنه لا يسعى للزعامة ولا يسعى للملك، كان هدفه توصيل رسالة الله سبحانه وتعالى في الأرض. عندي هنا أكتب ثلاثا من السمات الأسلوبية للكاتب. بص معايا بقى كده، السؤال ده أنا عاوزك أنت تفكر فيه. سمات أسلوبية يعني يا أستاذنا؟ يعني مثلا أكثر من الإطناب بالترابط، استخدم السبب والمسبب، استخدم النتيجة، استخدم أسلوب الشرط. دي اسمها سمات اسلوبيه، انت ممكن تقدر تحددها باسلوبك انت. فهمتني حبيبي؟ وبكده اعزائي طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي، وصلنا الى نهايه هذه المحاضره، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم استاذ احمد ابراهيم الملقب بالشاعر.